في 61 وانا انا طالب جدي قال بديك برا تدرس اشتي تجي شهاده كبيره جدا. نعم. رحت قدام القاهره على حسابه، سيبت الدراسه ورحت القاهره. فطبعا القاهره جميله جدا، ما زالت الان ذكريات عالقه في ذهني. نعم. تصور نحن مره الى القناطر الخيريه بالقطر. نعم. القطار، ولما عدنا على نهر النيل. وكانت الفتره في حدود ساعه او ساعه ونص كذا، كم دقيقه. خلال الساعه هذه لفت انتباهي واحد يغني اغنيه لعبد الحليم بحلم بيك، بس غنيها لحمد ديك يا لحمد ديك. كم لي سنين وانا مستنيك. شد انتباهي. وقفت معاهم. المهم ظلت الاغنيه عالقه في ذهني. والتقريب وصلت عدن، اكمل دراستي في 62. في 62 وقفت نفسي اكتب بعض الاغنيات، بس قبل ان اكتب هالاغنيات وقفت نفسي احرف الاغاني على طريقه تاثرا يعني. سمحتها في، نعم في مثلا فريد، بحكم اني كنت معجب فريد. كتبت اغنيه ان غديتني احبك اكثر وان عشيتني اموت في هواك. غيرت احمد قاسم مغني دي الجابري اغنيه المي والرمله. نعم. قلبتها الفول والروتي كسر ضلوعي قد ما فوق قد ما تخفف لي جوعي الفول وبذكرك باللحم اخف ما تعطينا من شان كده والله الفول يخارجنا الفول فلوس الخليفه اقعد يغني في اغنيه غنيه قمر كلمة الأستاذ أحمد سعد إرادة. نعم. عملت له قرع طرررم قرع عندي وجع كمان صداع كل ده من شان القرع بطني تقابص يا جذع والجوع من ثاني رجع بالله عليك حرام عليك بطني إليك تشتي قرع الرعرع قلبي واقع وكمان فرصان. المهم مسكت الفنانين وهكذا الطلاب على اغانيهم. لكن بعدين بدات اكون جاد، بدات اغاني جاده.